النبي محمد يبتسم ويهدد القراء بمئة جلدة إذا لم يموتوا من الضحك. الصفحة الأولى لصحيفة شارلي إبدو الفرنسية أثارت ردود فعل مختلفة لدى مسلمي فرنسا. شخصيا أزعجتني هذه الصفحة، كان بالإمكان وضع شخص بلحية فذلك لا يزعجني، لكن دون إضافة اسم النبي محمد على الرسم. ما استنتجه هو انعدام الاحترام. لماذا السخرية من المقدسات؟ هذا الرسم ليس من شأنه أن يزعزع إيماني. إذا أراد الله الدفاع عن نفسه فهو قادر على ذلك. السلطات الدينية المسلمة في فرنسا أدانت الحريق الذي دمر مقر الصحيفة، لكنها أسفت لهذا الكاريكاتور. كل تعبير يسيء إلى أي ديانة، كما حدث مؤخرا مثلا مع الكاثوليك، فليس من شأنه تهدئة الخواطر. الجدل الذي أثير حول الصحيفة فتح شهية القراء، ما قد يرفع ربما حجم مبيعاتها. أريد أن أعبر عن تضامني مع صحيفة شارلي إبدو، سواء أحببنا الجريدة أم لا فهي تبقى جريدة. حرية الإعلام هي حرية مقدسة لدى الفرنسيين. حرية الإعلام تعني حرية التعبير وحرية التفكير أيضا. سنبذل كل ما بوسعنا لإيجاد مرتكبي هذا الفعل الإجرامي. إذا كان هناك من يرى أنه بإمكانه فرض رؤيته على الفرنسيين فهو مخطئ. فرنسا لن ترضى بهذه الإمبريالية. أدين بشدة وبدون تحفظ الحريق الذي تعرض له مقر صحيفة شارلي إبدو. المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية يرى أن العنف ليس وسيلة مقبولة، وهو مدان في كل الأحوال. سنرى محتوى العدد الخاص لصحيفة شارلي إبدو، وإذا كان هناك ما يستدعي رفع دعوى قضائية بسبب الخلط بين العنف والإسلام فسنرفع دعوى قضائية من أجل هذا السبب.